السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم بناتي واخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة انا جاية بموديل جديد علشان شغل العيد. كل سنة وانتم طيبين، احنا بنصور في رمضان. موديل جديد بعتوا لي عليه برضو بالفريم. احنا اللهم بارك عندنا 3 موديلات على القناة بالفريم المعدني. عندك بوك وعندك شنطتين، تمام. والنهارده شنطه برضو بعتولي عليها، اللهم بارك. يعني شنطه حلوه قوي وفعلا تستاهل ان الواحد يستعجل في الفيديو بتاعها. فقلت لا، يتعمل علشان شغل العيد، بيبقى فيه سهرات، بيبقى فيه افراح، مناسبات، فبتبقوا محتاجين موديلات جديده تعرضوها عشان العيد. اعرضي شغلك، اشتغلي شنطتين ثلاثه علشان شغل العيد، اعرضي موديلات جديدة علشان بأمر الله تشتغلي في السيزون ده، سيزون العيد. حضري نفسك وحضري خاماتك، كان المفروض كنت تحضري من قبل رمضان الخامات بتاعتك، لان صعب قوي النزول في رمضان فعلا، يعني ان احنا نلف ونشتري واحنا صايمين والكلام ده. فانا نفسي حضرت من قبل رمضان يعني. فحضري بقى موديلين ثلاثة ونزليهم في على الصفحة بتاعتك وعلى الماركت بليس، وان شاء الله تبقى فتحة خير عليكم وعلى الكل. للي متابعيني على طول، حطش ايدك على اللايك يا قمر قبل ما تنسي، واحنا بنشتغل كده بننسى نحط ايدنا على اللايك. حطش ايدك على اللايك وحطش لي تعليق حلو منك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وبالنسبة للمبتدئات اللي لسه داخلين عندي، انصحك بكورس تعليم شغل الشنط اللي انا عاملاه على القناة. هسيب لك كل اللينكات في صندوق الوصف. هو عبارة عن فيديوهات كتير، الفيديوهات دي بتدخلي مرحلة مرحلة كده، بتتعلمي الغرزة، بتتعلمي تقفيل اجناب، بتتعلمي القطع المعدنية، بتتعلمي تقفيل اليد من فوق، يعني حاجات كده. الكورس كده بالراحة، من غير طبعا بدل ما تروحي تاخديه بقد كده الكورس بتاعك بره. وفي بنات كتير بتبعت لي عايزين كورسات، يا بنات الكورس عندكم على القناه، واللي انتم مش فاهمينه بتبعتوا لي عليه وبقول لكم عليه بالنسبه للكورسات يعني، تمام. فشوف الكورس اللي موجود عندكم على القناه. طيب هنحضر ايه يا طنط هناء؟ هنحضر يا حلوين خيط، ده مقاس 50، عايزه تجيبيه مقاس 60، اوكي ما فيش مشكله، عندك 50 او 60 ماشي. الفيران بتاعنا ده شايفينه، ده انا كنت جايباه من كام شهر ووريته لكم، كنت جايباه ب 150، الله اعلم دلوقتي بنات كتير بعتت لي قالت لي ان هو غلى قوي. كنت جايباه منين؟ كنت جايباه من ايه فوزي اونلاين، موجوده في القاهره. نص كيلو لولي، ده مقاس 8 بلاستيك، طبعا اللولي بلاستيك. سلسله ذهبي، والمقص والبنز بتاعك. ونبتدي على خيرة الله ونسمي بسم الله ونصلي على رسوله. زي ما قلت لك حطي ايدك على اللايك، انا شايفاكي اللي ما حطيتيش ايدك على اللايك، حطي ايدك على اللايك واكتبي لي تعليق حلو كده زيك، ويلا نبتدي ورشتنا ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نبتدي مع بعض ورشتنا، يلا بنات نبتدي بقى مع بعض تثبيت اللولي على الفريم. طبعا هو نفس التثبيت اللي احنا ثبتناه في الفيديوهات اللي فاتت، تمام. هتفتحي الفريم بتاعك كده، تمام. نبتدي يا بنات، هندخل في اول خرم من هنا اهو، هتخشي في الاول من تحت لفوق كده، نقلب عشان نشوف اهي، هنخش في اول خرم والطرف التاني دخليه في التالت، في تالت خرم، تمام. وسطني بقى الخيط، شديهم هما الاتنين كده مع بعض، وسطني خيطك، يبقوا الاتنين قد بعض. تمام. هتجيبي بقى خرزه، الله اكبر الله اعظم، نرجع بعد الاذان.
رجعنا من تاني، هناخد خرزة زي ما قلت لكم اهي، هدخل فيها كده وارجع واربطها، ادخل فيها الطرف التاني كده واربط. تمام اهي، ثبت خرزة. خلاص هجيب بقى 3 خرزات، واحد اتنين تلاتة، واربطي كده. كونتي اول غرزة رباعي وثبتت كمان في الفرام لان احنا ثبتنا اول خرزة. تمام، تعالي بقى من تحت حطي خرزة، خيط من تحت حطي خرزة واحدة، ومن فوق خدي 2، وارجعي في التانية، هندخل الطرف التاني كده ونربط كده. عملنا تاني غرزة بس مش ثابتة، مش ثابتة هي على الفريم. يلا نثبتها مع بعض. بصوا بقى بنات اهو، انا ماسكاه كده عشان تشوفوه، طرف الخيط اهو بتاعك اللي من فوق اللي ناحية الفريم من فوق، ادخلي في الخرزة اللي بالعرض دي، ادخلي في الخرزة اللي بالعرض دي. تمام اهي خلاص، وبعدين انزلي في الخرم اللي قصاد الخيط على طول، انزلي فيه عشان اثبت بقى الفريم بتاعي. تمام اهو خلاص، وبعدين لفي كده، ادخلي في الخرم اللي وراه، ادخلي في الخرم اللي وراه اهو. تمام طيب، وبعدين هرجع في الخرزة تاني، اهو رجعت في الخرزة تاني. خلاص كده ثبتت، يعني انا كده ثبتت الخرزة اهي في الفريم، بس انا عايزة ارجع الخيط بتاعي في مكانه عشان اشتغل غرزة جديدة. هعمل ايه؟ ادخلي في الخرزة اللي بالطول دي، الخرزة دي اللي بالطول، ادخلي فيها وبعدين لفي في الخرز ده اللي في العرض دي، وبعدين دي، يبقى انا كده رجعت الخيط مكانه تاني اهو. تمام خلاص كده هشتغل غرزة تانية، خرزتين فوق في الخيط اللي فوق، وارجع فيها واعمل الحلقة بتاعتي، دخلي فيها الطرف التاني وسقطي فيه في الخيط نفسه اللي تحت ده خرزة، دخلي كده خرزة ودخليها جوه الحلقة اللي انت عاملاها دي اهي. انا كده عملت غرزة اهي. تمام، عايزه ايه؟ عايزه اثبتها، هعمل نفس اللي عملناه في الغرزه اللي قبليه، ادخلي في الخرزه اللي بالعرض، وبعدين انزلي في الخرم اللي قصادها اهي، لفي الفريم بتاعك عشان تشوفي انت واقفه فين، ادخلي في الخرم اللي وراه تمام، وبعدين ارجعي تاني في الخرزة ولفي بقى في الخرز بتاعك، تلفي في الطول دي عشان عايزة ارجع الخيط مكانه عشان اشتغل غرزة جديدة هتلاقوا على الشاشة بامر الله، يعني هعملها لكم على الشاشة، هتلاقوا صور الشنط اللي معمولة بالفرام عندكم، وفي نهاية الفيديو هتلاقوا الشاشة فوق هتبين، هحط لكم الفيديوهات في نهاية الفيديو.
تمام، عشان اللي عايزه تنفذ اي موديل منهم ما عليكي بس غير انك تدوسي على اللي هيظهر لك في اخر الفيديو، هتدوسي عليها هيوصلك للفيديو الاصلي. تمام، عندك شنطتين وبوك تحفه. تمام كده، انا رجعتها مكانها تاني. يلا بقى تاني، اتنين، همشي بقى زي ما احنا ماشيين كده، اتنين اهو، ويجي واحدة. بسقطها كده جوه الحلقة عشان اعمل الغرزة. خلاص يلا نثبت نفس الحكاية اهو، هدخل بالعرض وبعدين انزل في الخرم اللي قصاده، اقلب عشان ادخل في الخرم اللي وراه، اهو، وبعدين ارجع الخيط مكانه تاني. ازاي؟ في اني بلف في الايه، في الثلاث خرزات اهي دي بالعرض، وبعدين اهي بالطول، ويجي عرض تاني وارجعها مكانها في نفس الخرزة اللي انا طالعة منها اهي. تمام كده انا اثبت الغرز على الفريم. خلاص، طيب انا كده ايه، الخيط ناحية اسرت وناحية طولت ولا لسه؟ تأكدي كده، اه شوية. طب تعالوا نبدل الخيط. عشان الخيط ما يقصرش مني هحط اتنين فوق، عايزي واحدة تحت. طيب احنا هنا المفروض هنلف بقى يا بنات، بصوا هنا خلاص اللي بالعرض ده خلص، انا بقى ايه مفروض هلف كده، يعني هحط الثلاث خرزات مرة ايه واحدة. طب تعالوا نبدل الخيط بقى بعدين عشان نثبتها صح. هتحطي الثلاث خرزات مرة واحدة من برة وتربطي عشان تلفي كده، ثلاث خرزات من برة مرة واحدة وتعملي الغرزة بتاعتك عادي. خلاص، وتعالي بقى نثبتها بنفس الطريقة عادي، خلي في اللي بالعرض اهي، وبعدين ننزل في الخرم اللي قصاده، اهو تمام، ولفي الفرن بتاعك وندخل في الخرم اللي وراه. تمام، ويلا نرجع الخيط مكانه تاني، اهو هدخل في بالعرض برضو، وبعدين الف في الخرز عشان اوصل المكان اللي هشتغل منه. بسم الله، كده اهو الطرفين طلعوا من نفس الخرزة. تمام، يلا بقى نبدل الخيط، ادي اتنين من هنا وادي واحدة عادي. تعالي بقى نبدل الخيط،
بسم الله اهو، فتحطي الخرزة التانية كده، الطرف التاني ده تحطي في الخرزة التانية اللي هنا كده من غير عقد، تبقى كده بدلتيه خلاص. ونمتن برضو، نثبت الخرز على الفريم. امسكي بقى كده جامد، هدخل بالعرض وهنزل في الخرم. هنجمدها ما تقلقوش اهي، لفي ادخلي في الخرم اللي وراه محط، مش شايف من القطع اللي محطوطة دي. اهي الحمد لله شفت الخرم اللي وراه على طول تمام. وهنثبت اهي تمام، طلعنا اهو. ويلا نلف بقى نفس اللفة بتاعتنا عشان الخيط نطلعه في مكان. عرض وادي طول، وادي عرض. بتلفي في الثلاث خرزات علشان توصلي لنفس المكان اللي انتي كنتي طالعة منه. شدي بقى كده عشان ايه تمتني الدنيا خلاص. هشتغل بقى بنفس الطريقة، هعمل معاكم جزئين كده ثلاثة ونرجع في نهاية السطر ونشوف هنعمل ايه. اتنين اهو فوق وارجع فيها واعمل الحلقة، دخلي التانية وسقطي فيها خرزة اهي تمام. وثبتي نفس الطريقة، هرجع في العرض خلاص العرض دي وانزل الخرم اللي قصاده اهو والف اهو الخرم اهو اللي انا طالعه منه، خشي في اللي وراه يلا نرجع الخيط مكانه. اهو العرض كده بعدين طول بعدين عرض اهو تاني، وبعدين ارجع الخيط مكانه عشان يبقوا الاتنين طالعين من نفس الخرزة اهو. انا برجعه كده مكانه عشان الاتنين يبقوا كده، تعرفي تشتغلي غرزة جديدة الاتنين طالعين من نفس الخرزة تمام. يلا واحدة كمان وبعدين بقى هكمل السطر وارجع اقول لكم عملنا ايه. اتنين اهو والتانية هندخل، هندخل واحدة كده ونسقطها اهي
وبعدين هنثبتها. يعني الغرزة كده اهي مش متثبتة، انتي بقى بتثبتيها بعد كده في الفريم اهي. في الخرمة اللي وراها. وبعدين لفي بالخيط في التلات خرزات عشان ترجعي مكانه. البنات عندكم 50 موديل على القناة، يعني عايزاكم كده تفروا في الفيديوهات وتتفرجوا على 50 موديل. عارفين يعني ايه 50 موديل؟ اللهم بارك، كل اعوذ برب الفلق، يعني اللهم بارك، ربنا يزيد. يعني عندك موديلات كتير، ولو انت مبتدئه، يعني في بنات مبتدئين يبعتوا لي يقولوا لي ايه طنط اعملي لنا شنطه سهله علشان احنا مبتدئين. حبيبتي عندك 50 شنطه على القناه، ما فيش منهم شنطه هتقدري تعمليها. وبعدين ابتدي بالكورس الاول، ابتدي بالكورس ومشي ايديكي الاول، اعملي لنفسك شنطه ولا اتنين، فهماني؟ 50 موديل، يعني ادخلي كده وتفرجي بقى براحتك كده ونفذي. ولو وقفتي في حاجه ومش موجوده في الفيديو، يعني لو وقفتي في حاجه بس موجوده في الفيديو بس انت مش عارفه تعمليها، تعيدي الفيديو مره واتنين وتلاته، تمام؟ لان برضو بيبقى فيه تفاصيل صغيره كده انت بتاخديش بالك وانت بتشتغلي، عيدي الفيديو بالراحه، فهماني؟ ولو في تفصيله مش موجوده ابعتيلي على طول على صفحتنا الجديده عالم هناء للخرز، تمام؟ انا بقى هكمل كده زي ما احنا بنشتغل، هنكمل الجزء ده كده. لما اجي احود الناحيه دي هجيلك عشان اوريك احنا هنلف بيها ازاي، تمام؟ واحده واحده مع بعض كده، وان شاء الله هتبقى سهله عليكم. كده انا وصلت للغرزه اللي هي هنلف بيها دي يا بنات، هتعديهم هتلاقيهم 15 واحده، واللي احنا هنلف بيها دي 16. هنحط ثلاثة مرة واحدة، واحد الخيط اللي من فوق اهو، اتنين ثلاثة، وبعدين نربطي اهو، ربطناها اهو، تمام كده. احنا ايه هنشتغل بقى بالطول من هنا كده. انا عندي هنا كام واحدة؟ انا عايزة دي زي دي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى هنا هكملهم خمسة. دي الاولانية، تعالوا نكملهم خمسة. حط اتنين تحت، الخيط اللي عندك طويل تحت فوق مش مشكلة، طرف حطي فيه اتنين وطرف حطي فيه واحدة، فهماني؟ الطرف التاني اهو حط فيه واحدة وسقطه جوه الحلقة اهو، تمام اهو. وبعدين اثبت بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها. تمام، وهنزل بقى في الخرمه اللي قصادها، بعدين اطلع في اللي وراه. بعدين الف في الخرز، طيب فرصه بقى احنا ايه، الخيط اهو خلص معانا. طب انا اخلص من الخيط ازاي يا طنط هناء واثبته ازاي عشان ما يتقطعش؟ احنا كده ثبتنا اهي الغرزه على الفريم، مش كده؟ عادي مفيش مشكله، لفي تاني في الخرز توهيه زي ما بنتوه في الشنط العادية، فاهماني؟ يعني لفي في الخرز كده اهو، هنا خلاص لفي في الخرزة اللي جنبها اهو، خرزة يمين خرزة شمال عرض طول كده،
كفايه كده كده ايه متربطه. بصوا لفي بقى في الثانيه حمي الخيط عشان يعدي لان احنا دخلناها كذا مره اهي اهي خلاص نقص تمام. هتجيبي بقى خيط جديد وهتدخليه جوه الخرزه اللي انت كنت واقفه فيها يعني يبقوا الاثنين طالعين من ايه من الخرزه اللي احنا هنكمل بقى شغلنا فيها مفيش مشكله اهي خلاص. يلا هنحط اتنين تحت ونرجع فيها نعمل الحلقه وندخل الطرف الثاني نحط واحده ونربط وبرده نثبت اهو هرجع كده وانزل في الخرمه اللي قصادها وبعدين ادخل في الخرمه اللي وراها تمام. وبعدين نرجع في الثلاث خرزات اهي واحده وارجع الخيط مكانه كده بقوا كام غرزه تلاتة هم في الجنب فاضل لنا اتنين اتنين في طرف اي طرف يعجبك نرجع كده نعمل الحلقه ندخل التانيه ونحط واحده نسقط كده دي الرابعه تمام هنثبتها برضو هنرجع بالخيط عشان نوصل للمكان اللي احنا كنا فيه اهي رجعناها تاني خلاص. كده بقوا كام واحد اتنين تلاتة اربعة فاضل لي واحدة يبقى هحط التلاتة مرة واحدة من بره عشان عايزة ابتدي بقى ايه خلاص كده نبتدي سطر جديد
ادي الخمسه اهي، دي اخر واحده كده، الاثنين ناقص واحد. عايزه بقى اثبت الغرزه على الفريم، ادخلي في الخرزه اللي بالطول دي، تمام. بعدين انزلي في الخرم اللي قصادها، وبعدين هتلاقي الخرم اللي وراها هو اخر خرمه، اخر خرم دخلنا فيه، ونرجع بقى عايزه ارجع ايه من هنا عشان ارجع الخيط في مكانه. ارجعي في الايه، في الطويله دي اللي قصاد الخرم، وبعدين تعالي كده، يبقى انت رجعتي كده الخيط مكانه اهو، طرفين اهو مطلعين من نفس الخرزه، تمام. طيب هنا بقى هنشتغل ايه، سطر جديد. يلا هنحط ثلاثه، واربط، خشي في اللي جنبها. خلاص كده مش هثبت بقى فرامات، خلاص تشتغل بقى سطر. خشي في اللي جنبها، حط اتنين، ادخل برضو فيها واحط اتنين، تمام اهو. اخر غرزة هنا دي هدخل فيها، وبعدين هطلع في اللي في الجنب دي اهو، معاكي تلات خرزات اهو، هتحطي خرزة خرزة اهي، تمام. يلا خشي بقى في الخرزة اللي في العرض دي عشان نعمل سطر. بصي اعملي سطور ايه رايح جاي اهو، اللي بشغلك كده، تمام. اعملي سطر من الناحية دي، لو معاكي اتنين هتحطي اتنين، فاهميني ازاي يا بنات؟ اهو سطر رايح جاي اهو، تمام. خشي في اللي جنبيها، حط اتنين، اهو تمام، تمام اوي. اللي جنبيها اهي، وهحط اتنين، تمام تمام اخر واحدة هدخل فيها اهي، اللي بشغلك اشتغلي بالخيط من بره عشان تخشي على سطر جديد اهو، قلبنا اهو الفرام بتاعنا، الخيط اللي من بره هحط اتنين، نفضل بقى رايح جاي رايح جاي لغايه ما نخلص الجزء ده كله، تمام. يلا انا هخلصهم بقى و
وارجع اقول لكم اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. كده وصلنا لاخر سطر في تقفيل الجزء ده. كده بصوا يا بنات هتدخلي هنا في الخرزه دي وبعدين اللي في الطول، يبقى معاكي 3 خرزات هتحطي واحده. وهكذا بقى توصلي ده بده هنا، ادخلي بالطرف ده من هنا كده يمين وشمال، وهحط واحدة. دي اخر واحده والخيط بتاعنا كمان خلص. وكده كده شطبي في الجزء ده كده، يلا هربط بقى ربطتين كده. ادخل العقده بتاعتي في الخرزه اللي بالطول واطوي الخيط بتاعي تمام. وهتعملي الناحيه التانيه نفس النظام تمام. وبكده كفايه علينا اول جزء الاولاني. اشوفكم بقى في الجزء التاني وعليكم خير بامر الله. جهزي لي الجزء ده واعملي الناحيه التانيه نفس الكلام تمام. تمام يا قمر. وهنكمل مع بعض شنطتنا بأمر الله في الجزء التاني. واشوفكم على خير، تنسونيش باللايك والتعليق الحلو منكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.